يا حزن ابوي اهدي يا خواجه. حريم قاعده قديم من غير لحية ولا خشه. شفت بقى راحت عليك نومه في القطر جت بفايده ازاي؟ لو ايه جت بعد ما مسكت صحتي. تحب نقعد ونشرب حاجه وتتفرج براحتك؟ نقعد قوي قوي يا خواجه. اه ده واتفرج كمان يا سلام. وانا طول. او فرصه برضو نكمل كلامنا في الجو الجميل ده. امي خواجة، أنا قلبي قلقان منك، حاسس إنك حفر لي حفرة علشان الحكومة تقبض عليا وأنا معيش بطاقة. بسيطة يا حبيبي، نعمل لك كارنيه تبعنا تمشي بيه وأنت مطمن. كارنيه يعني إيه؟ كيف البطاقة دي؟ مظبوط، لو قبضوا عليك وشافوا الكارنيه معاك هيتصلوا بينا في المؤسسة يقولوا لنا الراجل ده تبعكم، نقول لهم تبعنا يسيبوك على طول. أحبك يا خواجة، أحبك يا خواجة. يا سلام يا سلام يا أولاد. حكمان يا خواجة، لما بنزل البندر بحس إن أنا قلبي وجع في رجلي. بس لازم تقعد هنا يوم أو تجينا يوم تاني عشان تستلم الكارنيه. يوم إيه؟ قول اتنين تلاتة عشرة، المهم إن أنا أخد البطاقة. بسيطة قوي، يبقى أنت كده ضيفي وطلباتك كلها مجابة. هفسحك وهبسطك، وهو بالمره برضه هيبقى فيه شغل كبير قوي بيننا. تعرف يا خواجه؟ اه انا اول ما شفتك قلبي ارتاح لك. وانا كمان شنطك سبقتك. يا حلاوه يا اولاد، ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ ايه الحلاوه دي؟ طيب قولي بحبك يا همام. بحبك يا همام. ايه بحبك يا همام، وانت كمان قولي. جرز مين دي؟ عوت. بحبك يا همام، قولي بحبك يا همام. مالهم دول؟ في خواجه رايحين فين؟ تعالوا هنا. تعال انت. سبقين ليه؟ تعالوا. يا خواجه فيها ونزعتهم ولا ايه؟ لا لا ما تقلقش، اقعد اقعد. يا حلاوه يا اولاد، كان عايش في الجنه صح. يا سلام، وخصوصا يا خواجه بعد البشامة اللي انت اعطتها لي. صاحبك كان بيضحك عليك يا همام، فيتامين سي. صاحبي عمره ما ضحك عليا يا خواجه. صاحبي كان بيقول لي ان هو زي ما بتقولك ده علاج للبرد. بس تعرف يا خواجه، وكتاب الله كان بيجيب معايا نتيجه. اسمع بقى لما اقول لك بقى. ايه؟ طب استنى قول. انا عندي عقل واحد. ايوه. بالطريقه دي لو استمريت معاك هخسره. همام، سؤال تجاوبني عليه بجد، انت عايز تشتغل معايا ولا لا؟ انا عايز اشتغل معاك يا خواجه وكل حاجه، بس يعني كنت برضك عايز اسمع كلام صاحبي وحبيبي مناع لما قال لي نبطل زراعه الحشيش. ما عادش يجيب همه يا خواجه. عشان كده كان بياخد المكسب لنفسه وبيضحك عليكم، وبقى غني وعنده اراضي ومصانع وانتوا لا. خلاص يا خواجه، قول لي مناع كان بيبيع لك طن الحشيش بكام ونعرف ساعتها ان كان بيسرقني ولا لا. هاي الفريمان، بالشكل ده همام ومناع مش هيرجعوا اصدقاء ابدا تاني. اسمع فريمان، انا عارف انك مالكش في سكه المخدرات، ولكن انت اللي هتوجه همام، لانه مش هيثق في اي حد تاني غيرك. اوكي، هبعت لك لوجاني وهيساعده انه يعمل اي حاجه انت تقول عليها. رايت باي. ايه يا مناع، عايز تعمل مصلح اقتصادي؟ انا هخليك تستحق جايزه بني للدمار الشامل. الو، اهدى يا خواجه، اهدى. انت فاكرني ما اعرفش استقرا ولا ايه؟ كتبني مقاول انفار يا خواجه؟ لا يا خواجه، انا عندي سجن ولا انا كتب مقاول انفار. اهدى اهدى بس، انت لو رحت الحكومه دلوقتي عشان تطلع بطاقه عايزهم يكتبوا لك ايه في خانه الوظيفه؟ مدير عام؟ اكتبوا ان انا رجل اعمال، اكتبوا ان انا من الاعيان، اكتبوا اني كبير عيله يا خواجه، بس ما تكتبونيش مقاول انفار. ده كارنيه مؤسسه يا همام، واحنا ما عديناش وظيفه تناسبك وتامن لك حريه الحركه الا الوظيفه دي. ماشي يا خواجه، ما نشوف اخرتها. هداريها من العيله عشان لو حد شافها ممكن يتملس علي. المهم دلوقتي انا هعرفك على شخصيه مهمه جدا هيساعدك
وهيعلمك ازاي تأمن نفسك ويسلمك البضاعة وتسلمها له بطريقة سهلة جدا. ايوه خواجة، بس انا قلقان خايف، حاسس انكم كده ممكن تغدروا بيا. نغدر بيك ازاي؟ ده انت الراجل بتاعنا، واللي انت عايزه احنا عايزينه وهنساعدك في تحقيقه. عايز تاني فلوس؟ هنديك فلوس كتير، وسلاح، سلاح حديث هيضمن لك تبقى الزعيم ويساعدك ترجع الفلوس اللي خدها منكم مناع. ايوه خواجة، كلكم ورجوع الحق لناسكم تاني. اخر حاجة كنت اصدقها ان مناع ياخد لوحده قد ما بتاخد عيلتي كلها. هو مناع كان بياخد التلت، والتلتين بيوزعهم على كل اهل النجع، عشان كده بقى عنده مصانع ومزارع وبقى في العظمة اللي انت شفتها دي. طب وهنرجع حقنا كيف يا خواجة؟ ما اقدرش اقولك ازاي، لما اضمن انك تبقى معانا وتنفذ اوامرنا وما تخالفهاش ابدا. انا معاكم يا خواجة، انا معاكم، واحلف لك على كتاب الله ان انا معاكم. جو، دخل سينيور لوجاني. مين؟ اسمه الرجل ده؟ كفاية تقول له سينيور. تحت امرك خواجة فريمان. اهلا يا همام. اهلا يا سينيور. اهلا يا سينيور. ازيك؟ الحمد لله يا سينيور.